السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين قناة دروس تك أونلاين، أهلا مرحبا بكم في درس جديد. إن شاء الله النهاردة الدرس بتاعنا هنتكلم عن طريقة عمل مفكرة احترافية ببرنامج الفيجوال بيزك 2010. زي ما أنتم شايفين المفكرة دي النهاردة أنا عملتها وعملت فيها إضافات فيسبوك، تويتر، بلوجر، يوتيوب، زي ما أنت عايز. إن شاء الله هنتعلم الطريقة دي إزاي نعمل مفكرة احترافية مع بعض ونعمل نفس المفكرة علشان حضرتكم أو حضراتكم كلكم بإذن الله تستفيدوا معايا وتعرفوا إزاي تعملوا مفكرة زي دي. نبدأ الشرح على بركة الله. هنفتح Visual Basic 2010، تمام؟ وأول ما نفتح نضغط على New Project، هنا نكتب اسم المفكرة وليكن مفكرتي مثلا، ونضغط OK، تمام؟ هيفتح لنا الفورم ده، هنسحب الفورم ده، هنضغط عليه ونسحبه، تمام. بعد كده نضغط عليه هنا في أي ضغط متصف هنا، ونيجي هنا نغير الاسم، نكتب مثلا دروس تك أونلاين، دروس تك أونلاين. أنت اكتب أي اسم أنت عايزه، اكتب حتى قناتك على اليوتيوب زي ما أنت عايز. هنا هنضيف الأيكون. طبعا انا هحط لكم رابط الايقونات دي اسفل الفيديو ان شاء الله، واحط لكم كمان رابط الموقع الرسمي اللي تحمل منه الايقونات اللي انت عايزها. بعد ما غيرنا الايقون هنغير الكلر، اللون، تمام، وليكن اللون ده. بعد كده نعمل الاضافات بتاعتنا، هنضيف اللي هو التكست بوكس ده، حاجه مهمه جدا التكست بوكس لازم تضيفها، تمام. بعد كده هنسحب التكست بوكس زي ما انتم شايفين حضراتكم، تمام. بعد كده كل حاجة هتتظبط ان شاء الله، تمام. كده ننزل في الاخر خالص نلاقي حاجة اسمها تكست الينج دي، نختار التالتة، نطلع شوية كمان نلاقي الكلمة دي، نختار برضو التالتة، تمام. بعد كده نضيف زر البوتون اهو، تمام، هنا. او قبل ما نضيف زر البوتون اغير لكم نغير اللون الخلفية دي، تمام. هنيجي هنا اهو، نختار اللون اللي احنا عايزينه وليكن اللون ده، تمام. بعد كده البوتن بتاعنا اهو، اختار بوتن، ظبط الحجم بتاعه، تمام. طبعا انا يعني هعمل لكم نفس المفكرة دي يعني اهو، هنضيف الاضافات دي كلها ان شاء الله. خلينا احنا دلوقتي في المفكرة دي، بعد ما ضفنا زر البوتن، تمام، هنغير هنضغط عليه ضغطة ونغير اللي هو اللون بتاعها، يعني اللون ده مثلا اللي أحمر مثلا، تمام. والكالر هنا هنخليه مثلا باللون الأصفر، تمام. هنغير الحجم بتاعه أو مثلا نخليه مثلا 20، تمام. اختار الخط اللي انت عايزه أو الخط اللي يعجبك، اختار لون الخط ده، تمام. هنا هنمسح الاسم ده ونكتب أول إضافة اللي هي الكات، تمام. دي أول إضافة إن شاء الله. نسحب شوية كده، تمام كده. بعد كده كنترول والسي، وهنا كنترول والبي، ادي 1 2 3 4 5 6 7، تمام. ناخدهم وننزلهم هنا، تمام، علشان نضيف الاضافات الباقية. نعم، موضوع سهل ان شاء الله. انت طبعا اختار ذوقك في الالوان واعدل عليه، طبعا كل واحد ليه ذوق في الالوان،
هنا طبعا لو انت عايز تغير اللون زي ما تعودنا، اي لون عايز تغيره من هنا برضو تختار اللون اللي انت عايزه، تمام. وهنا برضو لو عايز تغير اللون طبعا هتغير اللون زي ما انت عايز. انت طبعا اعمل الزخرفة اللي انت محتاجها طبعا، يعني ليك الحرية انك تعمل اي لون انت محتاجه طبعا. يعني بصراحة انا عاجبني التصميم جدا بالفيجوال بيزك بصراحة، او انا عجبني الموضوع اني اعمل مفكرة لحضراتكم، اوريكم ازاي انكم تعملوا مفكرة. طبعا الموضوع شيق جدا يعني بصراحة. تختار الالوان هنا، تمام، اهو زي ما انتم شايفين، يعني طبعا الموضوع سهل وبسيط. احنا كده ضفنا الالوان، قاعد اللي هو الاكواد بتاعتنا. ازاي نضيف الاكواد بتاعتنا؟ طريقة سهلة بسيطة. اول حاجة كات اهو، هنا اول حاجة كات، بعد كده كوبي، نيجي في المفكرة بتاعتنا، تلاقينا حاطط لكم كل الاضافات، هناخد كوبي، تمام، ونيجي للفيجوال بيزك، نيجي نضغط عليها ضغطة هنا وننزل بالاسفل، تلاقي الكلمة هنا تحذفها وتحط بدلها الكلمة، ادي كوبي اهو، بعد كده بيست، تمام، اهو نفس الكلام، الموضوع سهل وبسيط، كوبي، تمام. نيجي في الفيجوال بيزك، في هنا في الأسفل بيست، تمام، بعد بيست يندو، تيجي هنا، تمام، وتكتب يندو، تمام، زي ما انت شايفين كده احنا خلصنا هنا من دول. بعد كده هنكتب فونت هنا، تلاقي الاختصار بتاعه كله موجود هنا، طبعا معليش هطول عليكم في الفيديو، يعني حقيقة انه الفيديو طبعا طويل، تمام، يعني سامحوني علشان اقدر افيدكم، يعني فانا مستعد يعني اوقف الفيديو واعمل الحاجات دي وبعد كده اشغل فيديو، لكن كده مش هنستفاد حاجة، فانا بحب ان اشتغل معكم واحدة واحدة علشان نستفاد. بعد كده هي الكالر، تمام، نيجي هنا تلاقي الكالر، طبعا هحط لكم كل الاكواد دي اسفل الفيديو، تمام، هنا كالر، هنغير نفس الحكاية يعني كل الحاجة متكررة. بعد كده about، تمام، about، copy، تمام، about، تيجي هنا تغير نفس الحكاية about، بعد كده آخر حاجة اللي هي exit، تمام، اللي هو الخروج، copy، تمام، نغير، نضغط، اوكي، تمام كده. احنا كده عملنا اللي هو النطاق. طبعا انت لو عايز تصغر هتصغر كمان شوية علشان المساحة، تمام، انت كمان ممكن تصغر ترتب الحاجات دي، طبعا انا هرتبهم وهرجع لكم. رجعت لكم بعد الترتيب زي ما شايفين، انا رتبت اللي هو الاضافات بتاعتي. بعد كده نضيف بقى اللي هو الجروب بوكس، تمام، ندور على الجروب بوكس عشان نعمل اضافة، اضافة جروب بوكس، جروب بوكس، تمام، الاضافة موجودة هنا بس معلش، يعني ادي جروب بوكس اهو، نضغط عليه، تمام، نسحبه، تمام، نصغر على قد الحاجة اللي احنا عايزينها ليكون كده، تمام، نضغط عليه نغير لون الخلفية بدل ما هي كده، خليها مثلا باللون
ون اللون ده كده، بس نخليها باللون ده تمام. وبعد كده نضيف هنا ثواني بقى، نضيف الزر ده، نضيف 3، 1 2 3 تمام. ونسحب، نيجي نعلم عليه كده، نسحب كده تمام كده كويس. نقف على أول واحدة كده، طبعا زي ما انتم شايفين، أو 3 ليفت والسنتر والرايت تمام. هنيجي على أول حالة، نغير الاسم بتاعها زي ما هو مكتوب هنا. أول حاجة اللي هو ليفت تمام، ليفت، بعد كده رايت كوبي تمام، رايت، بعد كده سنتر كوبي. طبعا كل الإضافات موجودة يعني. كنترول V زي ما انتم شايفين كده، ليفت سنتر رايت، أو أي حاجة، أو ليفت رايت سنتر، أنا مش فارقة معايا. هنيجي على أول حاجة نغير الحجم تمام، خليه مثلا 20 أو نصغرها شوية علشان بس الحجم، نخليه مثلا 16، 16 معقولة. بعد كده الرايت نغير الحجم 16 أوكي. بعد كده سنتر ده اللون، نضغط على السنتر، نغير الحجم اهو 16 تمام كده. زي ما انتم شايفين هنغير برضو اللون، يعني لون الخط، بدل ما هو بالاسود نغيره بأي لون تاني وليكن اللون ده. طبعا انت هتختار اللون اللي انت عايزه تمام. زي ما انتم شايفين كده انتهينا من الجروب بوكس. في حاجة تانية برضو، يعني انت طبعا هتغير اللون اللي انت محتاجه، احط مثلا لون زي كده كويس. اللون ده هنعمل نفسه كنترول والسي، كنترول والفي تمام، ونسحب من هنا تمام. كده احنا عملنا نفس اللي موجود عندنا اهو، قاعد على السلكت تحديد الكل والكلير، يعني الموضوع سهل. ثواني وارجع لكم. بعد ما عملنا كده فاضل معانا اللي هو المسح والتحديد، ادي السلكت تحديد وادي الكلير مسح.
هنيجي هنا نضيف ليبل، تمام، هارد ريكورد كده. اهو ليبل 1 2، تمام. هنسحب اول واحد هنا والتاني هنا، نيجي على أول واحدة ليفل 1، عندنا كلير، كوبي، تمام. نيجي هنا كنترول والفي، بعد كده في ال select، وادي ال select اهو copy، نيجي هنا نحدد على دي، نضغط ادي ال select، نيجي على الأول نكبر الخط، هذا الخط نكبره، تمام، خليه 16، إذا على select نكبر الخط، خليه 16 برضو، تمام كده. نغير اللون، نغير اللون هنا بتاع الخلفية بتاعتها، خليه مثلا باللون الأصفر، الاثنين مثلا، تمام. نغير اللون بقى، لون الخط، لون الخط اللي بالأحمر، زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني نفس الطريقة كده، الطريقة متشابهين في كل حاجة، زي ما انتم شايفين كده. احنا خلصنا اللي هو حاجات كتير، فاضل اللي هو هنضيف ليبل زي كده، نضيف ليبل، تمام، ادي ليبل اهو، عفوا، معلش يعني واحد بيغلط فيه، فانت حاول انك ما تغلطش بنفس الغلط اللي انا وقعت فيه، يعني ما تتسرعش، تمام. هنا الليبل بتاعنا هنكتب فيه اللي احنا عايزينه، تمام، درستك اونلاين مثلا، دروس تك اونلاين، تمام. بعد كده نغير الخط، نكبر الخط، تمام، خليه وليكن 22، تمام، اوكي. ممكن أغير الخط تاني، يعني أخلي خط أفضل من كده،
ممكن تختار الخط ده، اختار الخط اللي انت محتاجه، غير اللون. تمام، كبر الخط كمان شوية، 36. زي ما انت شايفين كده، نغير بعد ما عملنا الاسم او غيرنا الخط، في هنا نغير اللي هو الخلفية بتاعت الخط زي ما شايفين كده. احنا كده غيرنا الخلفية بتاعت الخط، تمام كده. فاضل نضيف اللي هو التواصل الاجتماعي. هوقف الفيديو وارجع لكم، ورجعنا لكم من جديد علشان نسحب الصفحة مع بعض. أعريكم ازاي تسحب الصفحة من تحت، تمسكوا كده في الآخر تسحب كده علشان نضيف هنا مكان التواصل الاجتماعي. تمام كده. بعد كده أول حاجة نضيف زر بوتون، تمام، نجيبه من الأعلى، تمام. بعد كده تسحبه عادي، تنزل في الأسفل تمسح الاسم مش محتاجين، تعمل كنترول والفي مربع، كنترول والسي وكنترول والفي، تعمل نسخ وكوبي. كده الأربع حاجات اللي احنا محتاجين. أول حاجة هنضغط على الأول، تمام، نطلع لفوق كده شوية، تمام، تلاقي حاجة هنا اسمها باك جراوند، نضغط عليها الكلمة دي تظهر لنا دي، نعلم هنا ندوس امبورت. طبعا هنا هنختار مكان الإضافات، تمام، هذه الإضافات مثلا فيسبوك الأول، بعد كده نضغط أوكي زي ما انت شايفين أهو. ممكن لو حركت تعمل كذا، يعني لو حركت كده تعمل كذا حاجة كده، احنا مش عايزين نحرك، عايزين نظبطها كده، تمام. نجيب بقى دي فوقيها علشان تبقى على كده بالظبط، تمام كده. بعد كده نجيب التانية تبقى على قد الناس، بعد كده اللي بعديها نفس الطريقة، تمام. نيجي على التانية نفس الطريقة، نطلع لفوق، تمام. نيجي هنا عند كلمة نون، ونضيف الرابط الحاجة التانية ادي اهو. بعد كده ندي عندي كلمة نون نفس الطريقة، import blog، اوكي. نيجي على اللي بعديها نفس الطريقة،
هنا اهو، نضيف اللي بعده امبورت يوتيوب. هنا مش موجود كلمة تويتر، هنختار كلمة لا ليبل، تمام بعد الأعلى كده نجيب كلمة ليبل أهو، ليبل جديد فين ليبل، ليبل نجيب ليبل عشان نكتب هنا، نضغط عليها نكتب بلوج، بلوج تمام، ونغير اللون بتاعها اللون، اللون هيبقى بالأبيض تمام، والجراوند اللي هو ده يبقى برتقالي زي التاني اهو، تمام كده. نكبر الخط شوية عشان يبقى معقول، يعني خليه مثلا 10 أو 9 تمام. عفوا 8 كده كويس تمام. كده فاضل معانا الأكواد، يعني ندي كل كلمة من دي الكود بتاعها، يعني كده مفيش فاضل معانا غير الأكواد، ندي كل حاجة الكود بتاعها. طبعا الموضوع سهل وبسيط جدا جدا جدا. اول حاجة هندي على الكالر هنا تمام، نيجي في النوت بوك او هنيجي على الفونت، ناخدهم كده فونت، هتيجي من عند الكلمة تريدين لحد الاخر كومن، نيجي هنا نضغط على فونت ضغطتين دبل كليك، هديك العلامة دي وتضغط بيست زي ما شايفين، بعد كده تطلع تيجي على الكولر تمام، في الكولر ادي الكولر نفس الطريقة كوبي كنترول والسي، تيجي هنا كولر دبل كليك، لو انت غلطت يعني وخايف لا تكون غلطت اطلع وادخل تاني تمام، بعد كده كنترول والبي، بعد كده بعد كده اباوت، طبعا اباوت هتبقى نفس يعني طريقة سهلة، اباوت هنا اللي هو ماسك بوكس كوبي ماسك بوكس شو about كنترول والبي، تيجي بعديها تفتح قوس وعلامتين تنصيص وتكتب تمت برمجة، أو علشان بس نضمن نعمل علامتين تنصيص تاني ونيجي في المنتصف تمت البرمجة بواسطة دروس تك أونلاين تمام. ده اللي هو الماسك بوكس أباو، بعد كده تقفل القوس تمام، تقفل القوس كده احنا انتهينا منه، بعد كده
ستيفن، وبعد كده تيدي لإكزايت اللي هي إنت. طبعا أدي إكزايت، فين إكزايت؟ أدي إكزايت، هتبقى إنت كوبي إكزايت دبل كليك إنت. تمام، في اللي هو الكات، موجود الكات فوق. تمام، ادي الكات اهو كوبي، نيجي هنا في الكات دبل كليك كنترول والفي، بعد كده اطلع كوبي، نيجي للكوبي دبل كليك كوبي. تمام، دبل كليك كنترول والفي بيست كوبي دبل كليك كنترول والفي، بعد كده يندو نفس الطريقة، بس هم يعني هنمسح البيست دي. تمام، ونكتب يندو يندو، بعد كده خروج. كده احنا عملنا، تيجي طبعا للليفت هنا تلاقي الليفت اهو، اول حاجه ليفت كوبي، نيجي هنا للليفت، اضغط عليها من جوه مش من بره، بحس يعني لو انت ضغطت عليها من بره كده مش هينفع، لا اضغط على من جوه ليفت دبل كليك. تمام، لو انت حاسس نفسك انك غلطت تطلع من بره دبل كليك، بعد كده الصق وارجع، وهنا الليفت ألصق وارجع. تمام، ندي على الرايت كوبي. تمام، نفس الطريقة رايت كنترول والفي، وهنا رايت كنترول والفي. بعد كده ندخل على السنتر كوبي، بعد كده سنتر كنترول والبي، سنتر كنترول والبي. تمام كده، هو سنتر كنترول والبي والرايت كنترول والبي. قاعد عندنا الكلير اهو كوبي، طبعا اتأكد من كل حاجة عملتها صح بحيث يعني ما يكونش فيه مشكلة. ادي هنا اهو كلير. تمام، كنترول والفي، بعد كده تيجي على سلكت كوبي كنترول والبي. تمام، كده فاضل معانا اللي هو الفيسبوك تويتر بلوجر واليوتيوب. طبعا الكود موجود اهو، هنحط اللي هو الرابط بتاع الفيسبوك وسط علامتين التنصيص، يعني هناخد ده كده كوبي. تمام، فتح بس علشان بس اوريكم ازاي الاختصار. تمام، اول حاجة عندنا فيسبوك. تمام، دبل كليك زي ما انتم شايفين اهو، نجيب رابط الفيسبوك، نجيب رابط الفيسبوك زي ما انتم شايفين كوبي رابط الفيسبوك وسط علامتين التنصيص ونلصق نخرج. بعد كده ناخد نفس الجملة. تمام، ونيجي على تويتر
تمام، نعمل لها لاصق وناخد في تويتر نفس على نفس ال... ناخد الرابط ونحطه وسط علامتين التنصيص كده، تمام. بعد كده خروج، عفوا ثواني وهرجع لكم. بعد كده ندخل على البلوجر كوبي، نيجي في برضو نفس الحكاية، عفوا هناخد نفس الجملة، تمام. نيجي هنا في البلوجر، نحط الجملة، ندخل على المدونة بتاعتنا، ناخد الرابط ونعمل له لصق وسط علامتين التنصيص كوبي. بعد كده نخرج، نيجي على اليوتيوب، ناخد نفس الجملة كوبي، تمام، كنترول والبي، ندخل على رابط الموقع اليوتيوب كوبي، تمام، ونضع وسط علامتين التنصيص. بعد كده نقفل ال دلوقتي احنا انتهينا من عمل المفكرة، نضغط على تشغيل. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام كده، مفيش اي مشاكل في المفكرة بتاعتنا. هنا نيجي مثلا نكتب هذه الكتابة select all زي ما انتم شايفين، يمين right في المنتصف copy وادي بيست يندو، تمام، left right الخط زي ما انتم شايفين اهو، الكالر اللون، تمام، about تمت البرمجة بواسطة دروس تك أونلاين. وكده زي ما انتم شايفين، طبعا هنجرب برضو الروابط، زي ما انتم شايفين الروابط شغالها مفيش أي مشاكل أهو، تويتر، بلوجر، يوتيوب، كل الروابط شغالة زي ما انتم شايفين كده، يعني مفيش أي مشاكل الحمد لله، يعني المفكرة شغالة معاك 100 100، تمام. أقفل الفيديو وأرجع لكم. بس كده يعتبر انتهينا من المفكرة بتاعتنا، وعملنا لها اختبار لكل حاجة، عملنا اختبار للروابط، وعملنا اختبار للإضافات اللي احنا عملناها، وشغالة الحمد لله تمام. فاضل معانا حاجة أخيرة كده، تمام، نوقف اللي هو نخرج من ده المفكرة دي خلاص كده، تمام، علشان نعمل لها نضغط على بروجيكت مفكرتي علشان نغير الاسم. هنا نكتب اسم اللي احنا عايزينه، تمام، دروس تك اونلاين، تمام. بعد كده هنا نغير الايكون، تمام، بعد في ايكون هنا بس احنا مش عايز، انا هحط الايكون دي، تمام. بعد كده نضغط على الكلمة الثانية، نختار مكان الحفظ وليكن الديسكتوب، خاصة على الديسكتوب select، تمام، هي كده اتحفظت على الديسكتوب. برضو يعني احنا هنأكد عليها، اهو نضغط هنا كده، احنا هنحفظ المفكرة في الديسكتوب، نضغط هنا مفكرتي،
تمام زي ما انتم شايفين. هذه المفكرة، دي المفكرة اللي كنت عاملها في الأول، وادي المفكرة التانية اللي لسه عاملينها. يعني كده احنا عملنا مفكرتين، ادي المفكرة ها، وادي المفكرة اللي انا كنت عاملها في الأول، مختلفة تماما زي ما انتم شايفين، علشان بس حضراتكم تكونوا واخدين الفكرة. مختلف جدا هنا، وادي المفكرة بتاعتنا. طبعا كده انتهينا من عمل مفكرة احترافية بكل الخصائص بتاعتها والإضافات، وحاجة بصراحة مفيدة أوي ليكم إن شاء الله. وبكده يكون انتهى الدرس بتاعنا. لو عجبك الدرس بتاعنا اعمل لنا اشتراك في القناة، سبسكرايب ولايك وشير، شارك مع أصدقائك عشان يستفيدوا هم كمان، وانتظروا مننا الفيديوهات القادمة بإذن الله، وإن شاء الله يصلكم كل ما هو جديد بمجرد اشتراككم بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.